طيب، السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله نكمل بقى الايه سلسلة المحاضرات بتاعة الاستراتيجيك مانجمنت. يعني ان شاء الله دلوقتي هنتكلم على ليكتشر 9، وليكتشر 9 دي هقسمها لنصين، يعني عشان ايه لحد ما هي اصلا الدكتور كان قاسمها على محاضرتين برضه، فايه فانا هحاول ان انا ايه اغطي اكبر المعلومات اللي فيها. طيب احنا بنتكلم بقى على ايه في ليكتشر 9؟ يعني بنتكلم عن introduction to organization learning، يعني الكلام ده مش في الريفرنس اللي احنا بنذاكر منه وكده، دي حاجة الدكتور جايبها من بره الريفرنس يعني، بس هو قال إن هي حاجة مهمة جدا، ولما أنا قريت النص يعني برضه لقيت إنها حاجة مفيدة، يعني لأن هي بتتكلم على إزاي أصلا الشركات بتفضل إن هي تتعلم، وأهمية العلم عموما والمعرفة بالنسبة للشركات، وهو دي الحاجة اللي دايما بتميزك يعني في السوق وكده. يعني تمام، مش مهم قد إيه أنت كنت المنتج بتاعك يعني قوي، وقد إيه المنتج بتاعك هو يعني كومبلكس وصعب قوي الديزاين بتاعه، لان في وقت من الاوقات حد هيجي ياخد البرودكت بتاعك ده ويقلده وياخد كوبي ويبدا ينافسك بيه، وحتى لو مش هياخد كوبي فياخد الفكره ويبدا ينفذها يعني. بس لكن دايما الحاجه اللي بتميزك في السوق هو ان انت تبقى شخص مبدع، وان انت تستغل المعرفه بتاعتك في ان انت تطور ايه من مكانك في السوق يعني. فهو ده مين اللي احنا هنتكلم عنه في هذه المحاضره. فالاوبجكتيفز بتاعت المحاضره دي هي ايه؟ ان انت اول حاجه تفهم الفاليو كريشن ان ذا ديجيتال انيبل ايكونومي، حاجه برضو مهمه قبل ما نتكلم، اللي هي فكره ان انت دلوقتي اغلب حياتنا بقت عباره عن ايه ديجيتال، واحنا اغلب حياتنا خلاص بقت حاجه رقميه، انت عايش طول الوقت في الموبايل والانترنت والحاجات اللي زي كده، فازاي بقى ان انت تقدر تستغل التطور في التكنولوجيا وكده ان انت تخلق بيه فرص يعني. فدي اول نقطه مهمه عايزين ان احنا نطلع بيها من المحاضره دي. تاني محاضره ايدنتيفاي تشالنجز اند ابروتشز تو مانجينج نوليدج انتنسيف اورجانيزيشنز، يعني ايه؟ يعني لازم تبقى قادر ان انت تحدد التحديات والنهج في اداره المؤسسات ذات القدرات المعرفيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بكل بساطه ان انت تقدر ان انت تشوف شركه، الشركه دي عندها مثلا قدره معينه مثلا في المعرفه، مثلا يعني مثلا شركه تقدر ان هي بتعمل ريسيرش او حاجه زي كده مثلا، تمام؟ فانت بقى ازاي ان انت تقدر تحدد التحديات اللي بتواجه الشركات دي، وايه التحديات ان انت تقدر ان انت تدير اصلا المؤسسات اللي عندها الانتنسيف نولج انتنسيف اورجانيزيشن، يعني اللي هي المؤسسات اللي عندها قدرة معرفية. طيب be equipped to assess the fitness of an organization for knowledge based competition، يعني انت تقدر ان انت تأسس ده، يعني ان انت تقيم قدرة الشركات ان هي تقدر انها تنافس في السوق اللي هو مبني على المعرفة. دي برضو حاجة مهمة ان انت ايه تطلع بيها من الليكتشر دي، يعني اللي هو تبقى جاهز انك تقيم قدرات اي شركة على انها تواجه المنافسة المبنية على المعرفة. ماشي، المنافسة المبنية على المعرفة دي برضو انت يعني في مجال الانجينيرنج بتاعنا مثلا، اللي هو مثلا ايه شركه مثلا شغاله في اللي هي بالديزاين مثلا ترانزستورز او كده مثلا، فده برضو نوليدج، فاهم؟ انت كل ما تقدر مثلا ان انت يعني تكريت مثلا ترانزستورز بحجم اصغر، اللي هو تخش في التكنولوجي بتاعت النان والحاجات الاصغر دي، فده كل ده نوليدج، كل ده ما بيخليك تجيب فلوس وحاجات زي كده يعني. اللي مخلي انت الاقوى شركه مثلا في الموضوع ده هي يعني النوليدج بتاعها، ان هي دايما سابقه في السوق بالمعرفه، وان هي دايما بتحاول انها تطبق النوليدج ده وهكذا. طيب ايه بقى التوبكس اللي احنا هنتكلم عنها برضو في الليكتشر؟ ان احنا هنتكلم اول حاجه طبعا يعني المين بوينت بتاعنا دايما هو towards a digitally enabled knowledge society، ان احنا دايما بنتكلم على مجتمع مبني على المعرفه، وكمان مبني على الايه الديجيتال سوسايتي اللي هو المجتمع الرقمي يعني. ماشي، فعندنا 3 مين بوينتس هنتكلم عنهم. اول حاجه اللي هي knowledge a resource for creating wealth، دايما بيقول لك ان المعرفه او knowledge is power، وكمان بقى knowledge هو resource for creating wealth، يعني هو اصلا اهم سلاح ان انت تقدر تكون بيه ثروه. انت لو انت عندك معرفه، فانت المعرفه دي بتقدر تصنع بيها فرص، او تقدر ان انت تصنع بيها قيمه، القيمه دي بتخليك تفرق عن باقي اللي حواليك، فكون ان انت بتخلق حاجه مختلفه عن باقي اللي حواليك بيخلي ان انت الوحيد اللي عندك الحاجه دي، فبيميزك عن اللي حواليك، ونتيجه لكده انت بتبدا ان انت تبيع الكلام ده بفلوس كتيره، فتبدا ان انت تكون ثروه يعني. تمام، فتحت التوبيك ده بيتكلم على اربع حاجات. اول حاجه knowledge societies and economies، ثاني حاجه international division of labor based on intangible assets، ثالث حاجه accelerated competition، رابع حاجه what is knowledge money. هنعرف كل واحد فيهم بالتفصيل يعني، وبعد كده بقى في الليكتشر الجاي غالبا هنتكلم بقى how organization learn with the knowledge work. ماشي، فاحنا غالبا في الليكتشر يعني في الفيديو ده هنقف عند what is knowledge money. ماشي، طيب اول حاجه خالص بقى بيقول لك ايه، بيقول لك
عندنا تو ديفينيشنز لازم نبقى عارفينهم. اول حاجه اللي هو نولج سوسايتيز ونولج ايكونوميز. يعني ايه نولج سوسايتي؟ يعني مجتمع المعرفه. مجتمع المعرفه ده اللي هو مين بيبقى جواه؟ الناس اللي هم بقى خبراء في حاجات معينه او العلماء او كده. بيقول لك النولج سوسايتيز ار دومينيتد باي بروفيشنال اكسبيرتس اند ذير ساينتفك ميثودز. يعني هو بيتم السيطره على مجتمع السوسايتي، مجتمع المعرفه ده، بمين؟ بالخبراء في المجالات والطرق اللي هي العلميه بتاعتهم. طيب ايه بقى النولج ايكونوميز؟ بيقول لك نولج ايكونوميز او النولج ايكونوميز ار ماركت باي اكسبانشن اوف نولج بروديوسنج اور نولج ديسيميتنج اوكيبيشنز. يعني ايه الكلام الصعب ده؟ ولا صعب ولا اي حاجه. هو بكل بساطه بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الاقتصاد المبني على النولج بيتم تعريفه ازاي، او ازاي بيزدهر؟ بيزدهر عن طريق حاجتين. اول حاجه ان انت تقدر ان انت تنتج نولج، وفي نفس الوقت تقدر ان انت تستهلك النولج ده باحسن طريقه ممكنه. يعني ايه انتج نولج؟ يعني مثلا زي مثلا احمد زويل مثلا اللي هو عالم كبير، لما قدر ان هو يخلق الفيمتو ثانيه او كده. يعني فهو الفكره ايه؟ ان هو هنا خلق او عمل حاجه جديده في العلم، بدا ان هو يتكلم في حاجه ما كانتش موجوده قبل كده. فهو هنا كرييتد ا نيو نولج، هو بدا ان يخلي الناس تبص على حاجه موجوده ما كانتش موجوده قبل كده. فهنا انت خلقت حاجه جديده، او انت عملت هنا نولج برودكشن. طيب يعني ايه بقى نولج ديسيمينيتنج؟ ده حاجه اللي هو البديهي او التريفيال اللي احنا عايشين بيه، ان انت بتعرف معلومه جديده، المعلومه دي بتحاول ان انت بقى تستغلها وتطبقها في الحاجه اللي انت شغال بيها، بحيث ان هي ايه تطور لك المنتج بتاعك. يعني مثلا انت شغال في مجال مثلا الكترونكس، فانت عرفت مثلا النانو تكنولوجي، بتحاول ان انت تابلاي بحيث ان انت تصغر الاريا بتاعت الايه؟ بتاعه الديفايسز بتاعتك، وفي نفس الوقت التسكيد عليها مثلا ايه ترانزستورز اكتر مثلا. يعني فاهم في حاجات بقى كتير زي كده. مثلا انت عارف مثلا عرفت مثلا حاجه في سايبر سيكيورتي مثلا، فتروح انت تستغلها بحيث ان انت مثلا تقدر تخترق نظام او حاجه زي كده. او انت مثلا شغال في شركه، فعرفت مثلا معلومه معينه في الاستراتيجيك مانجمنت مثلا، فبتحاول تطبقها بحيث ان انت تزود البروفيت مثلا، او تحسن الفيجن بتاعهم او كده، وهكذا يعني. تمام. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ بيتر دروكر يوز ذا تيرم نولج سوسايتي اوريدي ان 1969 in his book The Age of Discontinuity. يعني ايه اصلا مين بيتر دروكر ده؟ بيتر دروكر ده بكل بساطه هو شخص influential management consultant. يعني هو شخص كان شغال في المانجمنت يعني، وبقى مستشار يعني في الموضوع ده، وشخص ليه كتب كتيره جدا، زي مثلا كتاب اسمه Father of Modern Management يعني. تمام. طبعا ما قريتوش، بس يعني هو شكله اسمه حلو يعني، ممكن نبقى نقراه. المهم يعني هو الايه اللي بدا يستخدم المصطلح بتاع النولج سايت ده. طيب ماشي، ما علينا من هذا الرغي. في ثلاث حاجات مهمه بقى اسمها درايفنج فورسز، دول مهمين جدا ان احنا نبقى عارفينهم. اول حاجه اسمها ستراكشرال تشينج، ثاني حاجه اسمها جلوبالايزيشن، ثالث حاجه اللي هي انفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي. ايه الثلاث حاجات دول؟ دول الدرايفنج فورسز. يعني ايه درايفنج فورسز؟ يعني 3 مين فاكتورز ويتش انكريزز ذا امبورتنس اوف نولج. يعني ايه؟ يعني هم ثلاث عناصر مهمين جدا بيساعدوا ان انت تزود الايه اهميه النولج بتاعتك واهميه المعرفه بتاعتك. طيب يعني ايه ستراكشرال تشينج؟ يعني تغيير هيكلي. يعني ايه تغيير هيكلي؟ يعني بتغير الشكل بتاع السيستم او بتغير الشكل بتاع النظام، هنعرف بالتفصيل في السلايد الجاي. طيب يعني ايه جلوبالايزيشن؟ جلوبالايزيشن بكل بساطه هي عولمه. يعني ايه عولمه؟ عشان الكلمه دي بجد يعني كانت بالنسبه لي ما كنتش فاهمها، فحبيت ان انا اسيرش عليها. العولمه هي بكل بساطه عمليه تتسم بتكامل الاقتصادات والثقافات والمجتمعات في العالم وتتضمن مش عارف ايه. طيب ما علينا، اختصار للكلام ده كله، هي يعني ايه عولمه؟ يعني ان انت بتبدا تنفتح على العالم، تبدا تنفتح على الثقافات المختلفه، بتبدا ان انت كل حاجه تبقى جلوبال، بتدخل بتتواصل اكتر مع الثقافات المختلفه، بحيث ان كل حاجه انت تقدر تكتسب الايه الثقافات المختلفه، وتبدا ان انت ايه تتعامل مع الناس اللي بره وكده، فالموضوع يبقى ايه يبقى منتشر اكتر. يعني هو دي فكره العولمه يعني. تمام. بتتميز بايه؟ بتتميز بان انت بيحصل فيها تبادل تجاري واستثماري عابر للحدود، وتسهم في انتقال التكنولوجيا والمعرفه بسرعه اكبر يعني. تمام. طيب احنا كده عرفنا ايه structural change، وعرفنا ايه هو globalization. تالت حاجة هي information and communication technology. information and communication technology ده اللي هو عبارة عن ايه؟ اللي هو عبارة عن اللي هو المعلومات والاتصالات، جلالات التكنولوجيا بتاعت المعلومات والاتصالات. ماشي. طيب بص بقى في الدياجرام ده عشان هو مهم. هنا بيقول لك ان كل تو بوينتس او اليبسز من دول هم ريليتد لبعض. تمام. او هم بيوصلوا لبعض يعني. فاول حاجه او الثلاثه دول احنا قلنا ان هم ايه اهميتهم، او قلنا اهميتهم ان هم بايه بيزودوا فرص او بيزودوا اهميه الايه المعرفه يعني. تمام. فاول حاجه خالص الاستراكشر تشينج انتو ديجيتايزد نولج سوسايتي. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بص في تو بوينتس جوه الاليبس ده. هي ايه؟ اول حاجه نولج از سكيرس ريسورس. يعني ايه نولج از سكيرس ريسورس؟ يعني المعرفه هي مواد نادره، حاجه مش موجوده كتير، حاجه مهم ان انت تعرفها، وممكن ان انت لو ما عرفتهاش، او يعني انت لما لو ناس سبقتك في المعرفه دي، فخلاص انت حتى لو استخدمتها ممكن ما تفيدكش كتير. فاهم؟ لان اوريدي ناس وصلت للي انت عملته ده قبل كده. والفكره دايما ان انت ما تروحش تخترع العجله
فعلا من اولها، لا انت دايما تحاول ان انت تبدا من حيث انتهى الاخرون، يعني دي حاجه مهمه جدا. يقول لك knowledge is a scarce resource generation of information and knowledge markets. طب يعني ايه بقى الكلام ده عزيز، او ايه الهدف منه؟ يعني الهدف منه بكل بساطه ان انت مع تطور العلم بتقدر ان انت تعمل او تخلق فرص جديده وتعيد تشكيل الوظائف. يعني ايه اعيد تشكيل الوظائف؟ يعني تبدا ان انت تخلق وظائف جديده ما كانتش موجوده اصلا. زي ايه مثلا؟ زي دلوقتي مثلا ان في داتا اناليسس، داتا انالايزر، وفي داتا ساينتست. الناس دول ما كانوش موجودين زمان. ليه؟ لان اوريدي زمان ما كانش في تكنولوجي، ما كانش في كمبيوترز، ما كانش في داتا، ما كانش في اصلا حاجه اسمها ان انا اقعد ابص على داتا بتاعت شركات وابدا احللها واشوف مين بيعمل ايه، وبناء على الكلام ده اخد قرار. ما كانش فيه الكلام ده كله. فالنتيجه لتطور العلم وتطور التكنولوجي والكلام ده كله بدات الوظائف دي تظهر. حاجه دلوقتي مثلا زي مثلا تشات جي بي تي مثلا، دلوقتي بقى في وظائف قايمه على ان انت ازاي تقدر ان انت تتكلم مع تشات جي بي تي بشكل كويس، او ان انت تبعت له السؤال بشكل كويس عشان تطلع منه باحسن نتيجه. فكل الكلام ده نتيجه لظهور ان احنا بقينا اصلا في عصر الديجيتاليزيشن، وكل حاجه بقت ديجيتال وكده، والتطور التكنولوجي الرهيب. فبدا ان هو يظهر لك ايه، وظائف مختلفه. هو دي اصلا اللي هو الايه النقطه الثانيه، اللي هو جينيريشن اوف انفورميشن اند نوليدج ماركتس. ان هو انت لما بتتطور العلم، فانت تطور العلم ده بيؤدي ان انت بتظهر وظائف، وظائف دي معينه. يعني مثلا الداتا ساينتست هو مبني على ان هو بيدرس او بيفهم الساينس بتاع الداتا ماشي ازاي، ويبدا ان هو يحلل الداتا. والداتا اناليست نفس القصه، ان هو يبدا يحلل الداتا والكلام ده كله. فده عباره عن ايه؟ عباره عن واحد استخدم النوليدج بتاعه في علم معين، وبدا ان هو ايه يماركت لنفسه وينزل في السوق بالمجال ده. تمام. طيب ده الجزء بتاع الاستراكشر تشينج انتو ديجيتايزد نولج سايت. تعال نروح على النقطه الثانيه اللي هي جلوباليزيشن. الجلوباليزيشن بقى تحتها تو بوينتس. ايه هم؟ اول حاجه لوكال اند جلوبال كومبيتيشن، ثاني حاجه اكسلريتد انترناشونال ليرنينج اكسس. طيب تعال نتكلم على اول نقطه. اول نقطه بتقول لك ايه؟ بيقول لك ان الجلوباليزيشن بتخلي ان ممكن اي حد يقدر ينافس في اي حته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت ممكن تبقى في مصر هنا وتبدا تشتغل في يو اس اي مثلا، او تنافس الناس في يو اس اي، او تنزل ماركت في يو اس اي. فلو انت شايف الفرق الرهيب في المسافه عامل ازاي؟ زمان ما كانش فيه الكلام ده. زمان انت قاعد فاهم في حته وهم في حته، ومحدش فيكم عارف حاجه عن التاني. ممكن يعني فاهم اللي شغال هناك هو ملوش علاقه باللي شغال هنا، لكن دلوقتي انت في اي وقت تقدر تنافس اي حد في اي مكان، وتبدا تنزل منه السوق وتاخد منه الماركت شير بتاعه وتنافس في السوق بتاعه يعني. تمام. فده بالنتيجه لايه؟ نتيجه للعولمه، نتيجه ان كل حاجه بقت منفتحه على كل حاجه، وكل الناس بقت تقدر ان هي تبص على الناس التانية يعني. فده ايه بيخلي الفرص متكافئة بشكل كبير. اي حد دلوقتي، الحاجة اللي هتميزك مش المكان الجغرافي بتاعك، الحاجة اللي هتميزك الايه، القيمة او الفاليو اللي انت بتقدمها يعني. تاني نقطة عندنا اللي هي الاكسلريتد انترناشونال ليرنينج بروسيس. دي الفكرة بتاعتها ايه؟ ان الجلوباليزيشن برضو ساعدت انك تتعلم حاجات ناس كتير عملوها في اماكن مختلفة من العالم. فده بدأ يساعد انك تزود خبرات الشخص بسبب العولمه. يعني ايه؟ يعني بكل بساطه انت دلوقتي ممكن تبقى قاعد وتلاقي واحد هندي بيشرح لك، تفتح اليوتيوب تلاقي واحد هندي بيشرح لك. هل انت زمان كان الكلام ده؟ لا، الكلام ده زمان كان لو انت عايز تتعلم حاجه لازم تروح مكان المدرس فيه او مكان العالم اللي فيه عشان تبدأ ان انت ايه تتعلم منه. هو ده زمان كان الناس كلها كده. يعني كان الناس زمان بتيجي مثلا عشان تتعلم مثلا من الشيوخ، او تيجي الازهر عشان تتعلم. دلوقتي انت مش محتاج تعمل كده، انت بتفتح النت تلاقي مثلا في دروس او حاجات اونلاين او حاجات زي كده يعني. تمام. فدي فكره الايه، ان الجلوبالايزيشن ساعدت ان عمليه التعليم تبقى اسهل بكتير. ماشي. طيب بعد كده بقى عندنا حاجه اسمها وورلد وايد انفورميشن ترانسبيرنسي، ان المعلومات على العالم كله بقت خلاص بقت واضحه بقى. يعني العلم بقى متاح للجميع، اي حد عايز يدور على معلومه مش محتاج ان هو يروح اماكن مختلفه ويسافر ومش عارف ايه. ما بقاش فيه الكلام ده، انت مجرد بكليك على الانترنت بتلاقي المعلومه اللي انت عايزها. فده ادى الى ان بقى في ترانسبيرنسي في الانفورميشن. ثاني حاجه وورلد وايد كنترول اوف بزنس بروسيسز، يعني بقى في تحكم بشكل اكبر في البيزنس وعمليه البيزنس. ليه بقى؟ نتيجه لايه؟ نتيجه ان انت خلاص بقى كل حاجه دلوقتي قدام العالم كله، وانت اللي بيفرقك عن باقي الناس هو القيمه اللي انت بتقدمها. فانت عشان تقدر ان انت تعمل مثلا بيزنس قوي او كده، انت محتاج ان انت تقدر تتحكم فيه بشكل كويس، بحيث ان انت تقدر ان انت تفرق عن اللي حواليك بس. فهي دي الفكره يعني. طيب اخر نقطه عندنا بقى اللي هي الايه، انفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي. ايه بقى فكره الانفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي؟ بتقول لك نقطتين برضه، اكسلريت ترانزاكشنز ريديوس كوست اوف ترانزاكشنز. يعني ايه؟ يعني بكل بساطه الانفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي دي تكنولوجي تطور في الحاجات دي، بيؤدي الى ايه، بيساعد ان انت تسهل الترانزاكشنز، وكمان بتخلي الموضوع اسرع بكتير. وكمان مش بس بتخلي الموضوع اسرع، لا انت كمان بتخليه ارخص. طب ليه بخليه ارخص؟ لان انت بتوفر وقت وفلوس ومجهود وهكذا. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي ان انت ممكن وانت قاعد في البيت تقدر ان انت مثلا تطلع شهادات رقميه مثلا.
مثلا، او تعمل مثلا تدفع فواتير النت، وتقدر تدفع فواتير اللي مش عارف ايه، وتطلع بطاقه، وتطلع كل الكلام ده كله. الكلام ده كله بيسهل العمليات، ده اكسلريت ترانزاكشنز، بدل ما انت كنت بتقعد بقى تروح للمش عارف السجل المدني، والسجل المدني يقعد 14 يوم على ما يطلع لك البطاقه، ما بقاش فيه الكلام ده. انت بكل بساطه انت في البيت بتقدم طلب، وبين جاي ايه بيطلع لك البطاقه يعني. تمام. طب هل ده وفر فلوس؟ اه طبعا وفر فلوس. ليه وفر فلوس؟ لان انت بدل ما كنت بتاخد وقت من وقتك، او بتاخد وقت من يومك تنزل مثلا تروح في السجل المدني تقعد 4 5 ساعات هناك، دلوقتي انت يا باشا في 5 دقايق بتطلع الكلام ده. وغير كده الفلوس بقى بتاعت البنزين رايح، والفلوس بتاعت البنزين راجع، ومش عارف الموظفين، ده ممكن يؤدي ان انت مثلا تستغنى عن كويس شويه ناس من الموظفين، نتيجه ان انت ما بقاش عندك الضغط ده. طبعا دي حاجه وحشه وحاجه كويسه. حاجه وحشه ان في ناس ممكن تخسر وظايفها بسبب ده، بس في نفس الوقت هي حاجه كويسه، لان انت بقيت بتوتوميت الدنيا، فهي everything has its pros and cons يعني. تمام. طيب هنا بقى في السلايد دي كان بيتكلم على ايه؟ بيقول لك ان مع تطور العلم دايما بتتطور الايه؟ يعني مع تطور السنتريز او تقدم الزمن، يعني دايما بتلاقي ان النولج بيتطور، وتطور النولج بيؤدي الى ان هو بيأثر على المجتمع بشكل كبير جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت مثلا في العصر اللي هو القرن 16 وال17، ده كان اسمه ايج اوف ريزن. يعني ايه ايج اوف ريزن؟ يعني عصر الحكمه. كان اللي بيحصل فيه بقى ان انت ايه، مبني على النظريات، ومبني على العلوم ودروس العلوم، وان انت يبقى الواحد عشان يتعلم حاجه لازم يقعد مع الاسطى بتاعه عشان يتعلم الحاجه بايده، او يشوف الحاجه بتعمل ازاي، او يروح مثلا الكتاب عشان يقدر ان هو ياخد من المدرس بتاعه او الاستاذ بتاعه كده يعني. فده كان ساعتها ايه، ايج اوف ريزن، بدل ان هم يحطوا قواعد ونظريات وحاجات زي كده. ده بقى اللي هو عصر نيوتن وجاليلي والكلام ده كله. تمام. مع تطور العلم ده، بدأ ان هم ياخدوا بقى النظريات دي ويطبقوها، وده ادى الى ايه؟ ادى الى الثوره الصناعيه اللي هو كان في القرن ال 18 وال 19. ادى بقى ان انت بقى عندك باستخدام كل العلوم اللي جت في السنين اللي فاتت دي، اللي هو ايج اوف ريزن، انا بدات اطبق الكلام ده كله، وبدات بقى اصنع، بدات استخدم العلوم دي بحيث ان انا اصنع بيها، سواء بقى العلوم دي. فهو دي الفكره، ان انت بتاخد العلم وتبدا تطبق العلم اللي انت خدته، هو ده بيخلي النولج از باور، لان تطبيق العلم هو اهم بكتير جدا من مجرد معرفته. فانت لما تبدا تطبق العلم ده بيخلي بقى ان انت عندك ايه، صناعه، والصناعه دي تجيب لك فلوس، وتجيب لك تجاره، وتوفر لك فرص عمل، وكل الكلام ده كله. ماشي. ده كان في القرن ال 18 وال 19. تمام. بعد كده جينا بقى في القرن ال20، اللي هو بقى ايه، بقى عصر التكنولوجي بقى، اللي هو انت فاهم خلاص احنا ما بقيناش مهتمين، يعني مش هقول لك ما بقيناش مهتمين بالصناعه، بس قصدي اللي هو انت بقيت بتستخدم بقى ايه، كمبيوترز بقى، بدا يظهر الكمبيوترز بقى، وازاي ان انت تستخدم الكمبيوتر والارتفيشال انتليجنس، وان انت تستخدم حاجات اوتوميت بيها حاجات، بدل ما انت مجرد عندك كمبيوتر بيحسب لك حاجه، لا انت دلوقتي عايز تصنع روبوت يعمل لك حاجات. المصانع دلوقتي بقت قايمه على روبوتس، ما بقتش قايمه على ان انت عندك عمال. فهي دي الفكره، في القرن ال20 بدا اللي هو عصر التكنولوجي يظهر. عصر بقى ال21 دلوقتي هو عصر الايه؟ عصر الديجيتايزيشن، اللي هو عصر بقى اللي هو الايه؟ حاجات الديجيتال بقى، كل حاجه دلوقتي بقت تتحول لحاجات رقميه. ما بقاش في ورق تقريبا، اغلب الهيئات الحكوميه بقت تتعامل باشكال رقميه بس يعني. فدلوقتي ايه؟ ده في القرن ال21. طبعا مش عارفين بقى ايه اللي هيحصل في السنين الجايه، بس مع وجود النيورال نتوركس والارتفيشال انتليجنس والديب ليرننج، فايه؟ فطبيعي يعني الدنيا هتتطور بشكل اكبر من كده، وهتلاقي ان كل حاجه في المستقبل بيحصل لها بتتغير، وبيحصل لها اوتوميشن، وبتبقى يعني حاسس ان قدام البني ادم مش هيبقى بيعمل اي حاجه يعني، حرفيا هيبقى قاعد كده بكل حاجه بتتعمل عشانه يعني. ودي حاجه حلوه وحاجه وحشه برضه، بس ما علينا من هذه التفاصيل، مش عايزين نبقى. طيب دلوقتي بعد كده بقى ايه، هنا بيتكلم في السلايد دي على حاجه مهمه جدا. ايه هي الكومباني فاليو، او ايه هي القيمه بتاعه الكومباني يعني. تمام. طيب هو هنا بيتكلم على ايه؟ بيقول لك ان القيمه بتاعت الكومباني بتتقسم لثلاث حاجات. ايه هم الثلاث حاجات؟ اول حاجه الفيكسد اند كارنت اسيتس، ثاني حاجه الانتنجبل اسيتس، ثالث حاجه هي الاكسوجينيوس انفلونس. اكسوجينيوس انفلونس، تمام؟ اكسوجينيوس دي عكسها انتوجينيوس تقريبا. ما علينا يعني. المهم يعني بيقول لك ايه بقى هنا؟ بيقول لك ان القيمه بتاعت اي شركه بتتقسم لثلاث حاجات مهمين جدا. اول حاجه ودي الاساس بتاعها هي الفيكسد اند كارنت اسيت. يعني ايه فيكسد اند كارنت اسيت؟ اللي هو بكل بساطه الاصول بتاعتك. يعني ايه الاصول بتاعتي؟ يعني العماله بتوعي، راس المال، المكان اللي انت حاطه، المكان اللي انت عايش فيه، تمام؟ هو دي الاصول، حاجات ثابته وبتبيعها بفلوس من الاخر يعني، تمام؟ حاجه كده محسوسه يعني، تمام؟ ماتيريالز. فهو ده الاساس بتاعك او الفاونديشن بتاعك. تاني بقى قيمه بتبدا ان هي تعادل الفاليوز بتاعت القيمه بتاعتك هي ايه؟ الانتنجبل اسيتس. يعني ايه الانتنجبل اسيتس؟ يعني سمعتك مثلا، مثلا الماركت فاليو بتاعك قد ايه؟ كل صورتك، الريبيوتيشن بتاعتك، المعرفه بتاعتك قد ايه، انت موظف ناس كويسه يعني، هل انت مثلا موظفين اللي عندك متعلمين كويس ولا لا، هل مثلا هم ناس شاطره ولا لا، وكل الكلام ده كله. فالحاجات دي كلها مش حاجات ملموسه، دي مجرد حاجات
معنويه. يعني مثلا اقول لك السمعه بتاعتك، هل السمعه بتاعتك دي حاجه ملموسه؟ لا، دي حاجه معنويه، بتيجي نتيجه لايه؟ نتيجه لتصنيعاتك ونتيجه لخبره العمال بتوعك وموظفينك وطريقه تعاملهم وهكذا، تمام؟ فالحاجات دي برضو هي اللي بتبدا تبني الايه، كومباني فاليو بتاعك. واخر حاجه خالص بقى اللي هي الاكسوجينيوس انفلونس. يعني ايه اكسوجينيوس انفلونس؟ يعني التاثيرات الخارجيه. يعني ايه التاثير الخارجي؟ يعني بكل بساطه لما يكون مثلا انت في سوق مثلا وبتنافس مع ابل مثلا، فانت ابل دي بالنسبه لك يعني هي باد فاكتور. ليه باد فاكتور؟ لان هي بكل بساطه بتصعد عليك بالسلب، هي دايما منافس شرس جدا ليك. لو انت مثلا في المجال بتاع تصنيع الموبايلات او حاجه زي كده، هي منافس شرس جدا ليك. ليه؟ لان هي اصلا سمعتها كويسه وبتطلع حاجات كويسه وفيري سكيور، والناس اصلا دلوقتي عندها بتاع كاستمر رياليتي عاليه جدا، والناس كلها بتحب ان هي تبقى ماشيه بايفون لان هو بيعكس ايمج كويسه للناس وهكذا. فهي انت عشان تبدا تاخد منها كل الكلام ده، اولا هي مش تسكت لك، فهي تحاول تحاربك وتهاجمك، ولو ما عرفتش هتيجي تشتريك، فاهم؟ فاللي هو يعني هي مش كده كده مش هتسيبك، بس في نفس الوقت هي بتأثر عليك بالسلب، تمام؟ وفي نفس الوقت برضه ممكن يبقى عندك حاجات تانية بتأثر عليك بالإيجاب. يعني حسب مثلا اكسوجينيوس انفلونس مثلا، يعني انت في ماركت كل الناس اللي فيه مش كويسه، كل الناس اللي فيه مثلا سيئين او سمعتهم وحشه، او ان هم بدأوا ان هم يفتكروا ان هو مفيش حد غيرهم، فانت تبدأ تخش الماركت فتاخد منهم الناس عشان هم سمعتهم بقت وحشه وهكذا. فهي دي تالت حاجه بتبدأ ان هي تحط ايه؟ فاليو الكومباني بتاعتك. فكده احنا عرفنا ايه الفاليوز اللي ايه اللي بتبني الكومباني بتاعتك. طيب بعد كده هو بيقول لك ايه؟ بيتكلم بقى هنا على حاجه اسمها انترناشونال ديفيجن اوف ليبر بيزد اون انتيجبل اسيتس. يعني ايه بقى الكلام الغريب ده؟ بص يا عم، الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها ان انت دلوقتي عايز تبدا ان انت تقسم العمل على اصول غير ملموسه، تمام؟ يعني ايه انتنجبل اسيتس؟ دي اللي هي الاصول غير ملموسه، اللي هي الجزء اللي في النص ده. فانت دلوقتي بقيت بتحاول ان انت تشوف الليبرز بتوعك ازاي ان انا اقدر ان انا استغلهم باحسن شكل ممكن، وهنا استغلهم مش حاجه سيئه، ان انا اقدر احطهم في الاماكن الصحيحه بتاعتهم يعني، تمام؟ بس بناء على الانتنجبل اسيتس مش حاجه ملموسه. انا عايز مش معنى مثلا ان انا اجيب مكان اكتر او اجيب عمال اكتر، لا، انا عايز ازود الحاجات اللي هي دي الايمج ماركت كاستمر مش عارف ايه الكلام ده كله. طيب هنا بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان ذا نيو انترناشونال ديفيجن اوف ليبر سيلينج انفورميشن اند نوليدج باكت ان برودكتس اند سيرفيسز هاز جين مور اند مور امبورتنس. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان انت مع العصور الجديده او في التقسيم الجديد يعني العمل، الفكره بتاعت ان انت تبقى بتبيع معلومات او ان انت بتبيع نوليدج. النوليدج ده باك، يعني ايه نوليدج باك؟ يعني المعرفه معبأة. يعني ايه معرفه معينه؟ يعني انت بتبيع خدمه او بتقدم خدمه معينه او بتقدم برودكت معين، البرودكت ده جواه اصلا المعرفه. زي مثلا ايه؟ زي شات جي بي تي مثلا. شات جي بي تي ده هو دلوقتي لما اتباع برقم كبير جدا كده، مش عارف تقريبا مايكروسوفت اللي اشتريته، بس ما علينا من هذه التفاصيل. الفكره في ايه؟ الفكره ان هو بيبيع تول او سيرفيس، السيرفيس دي جواها كميه نوليدج رهيبه، هي بتقدر ان هي يعني فيها اي سؤال تساله لها الى حد كبير يعني بتجاوبك، وبتجاوبك صح وبتجاوبك بشكل اكيوريت. طبعا هي مش سحر طبعا، وفي الاول وفي الاخر برضه هي تول، ممكن في الاول وفي الاخر تغلط وما نقدرش ان احنا نعتمد عليها 100%، بس الى حد كبير هي بقت ريلايبل، وبقت ان انت بتسالها على حاجات هي تقدر تجاوبك عليها، عندها كميه نوليدج وداتا بيس كبيره جدا. فهي دي الفكره. ايه اللي بيميز مثلا شات جي بي تي؟ ان هو بكل بساطه سيرفيس بيقدم لك انفورميشنز ونوليدج باك في شكل سيرفيس، فده اللي ادى لها اهميه كبيره جدا جدا جدا. وفي العلم اصلا دلوقتي هو بقى اغلب الناس بتتجه الى هذه الفكره، ان انا عايز اعمل سيرفيس، السيرفيس دي جواها باك نوليدج او علم مخبأ او ببيع معلومات معينه، تمام؟ طيب فبيقول لك بقى ان هي ايه has gained more and more importance بالنسبه لايه؟ بالنسبه للمير اكسبلانيشن اوف كوست ديفرنسز اند بيور ايكونوميك سكيلز. يعني بدل زمان طبعا انت كان عشان تتميز يا اما بتبقى تتميز من حاجه من الاثنين، يا اما ان انت سعرك اقل، يا اما ان انت بتقدم مثلا منتج كويس، تمام؟ فانت لو المنتج اللي انت بتقدمه كويس وفي واحد جه قدم منتج الجوده بتاعته اقل شويه بس بيبيعه بسعر اقل، الناس هتروح له برضه. ليه؟ لان هو ارخص ويقدم تقريبا جوده قريبه منك، تمام؟ فهي الفكره ان زمان كانت دايما معتمدين على الحاجتين دول، لكن دلوقتي ما بقاش معتمدين على دول بس، بقى معتمد على ايه المعلومه او ايه الاضافه اللي انت هتضيفها لي، ماشي؟ بعد كده بقى بيقول لك in particular trade and knowledge intensive services and international royalty and license fee payments as a measure for selling intellectual property have grown significantly. يعني ايه؟ يعني بكل بساطه الفكره ان دلوقتي بقى في التجاره اللي هي مبنيه على ايه؟ مبنيه على الخدمات اللي هي ليها قدرات معرفيه. يعني ايه خدمات ليها قدرات معرفيه؟ يعني مثلا انت مثلا في شركه معينه مثلا شغاله في حاجه معينه ليها علاقه بالعلم، فمثلا تروح لجامعه زي مثلا جامعه القاهره تقول لها والله انا مثلا في حاجه معينه عايز اعمل فيها بحث، فبتبدا ان هي جامعه القاهره تقدم لها الابحاث دي. ده وهي دي اصلا فكره الكي بي اوز. الكي بي اوز مبنيه على ده، مبنيه على ان انت نولج بروسيس اوت سورسنج، ان انت في شركه بتروح لشركه معينه، بتبقى في شركه بتروح لشركه معينه ليها علاقه بالعلم. يعني هي مثلا بتعمل حاجه ليها علاقه بالعلم، ترانزستورز مثلا، بتبني ديفايس او حاجه زي كده مثلا، فتقول لها والله انا عندي مشكله فلانيه وعايز ريسيرش على الموضوع ده،
وانا مش فاضي ان انا اقعد ايه اريسيرش بنفسي، او ما عنديش الناس القويه في موضوع الريسيرش. فهي تروح تعمل ريسيرش ده، وبعد كده توصل لنتائج وترجع تديها للشركه، فالشركه تاخد النتائج دي وبناء عليها تبدا تاخد قرارات وتطور المنتجات بتاعتها. تمام؟ فهي بقى الفكره في ايه؟ بيقول لك ان انت الموضوع ده او التريد النولج ده بقى يخلي ان انت عندك ان انت ممكن تبيع الانتلكشوال بروبرتي اللي هي الملكيه الفكريه. انت مثلا عملت فكره معينه، فتبدا ان انت بالملكيه الفكريه بتاعت الفكره دي اي حد يجي يستخدم الفكره دي لازم يدفع لك فلوس. تمام؟ طيب بعد كده بيقول لك اكتر من اقوى الدول في الموضوع ده هي انديا. تمام؟ الهند يعني. ماشي، دي نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه يعني. تمام؟ طيب بعد كده عندنا بقى حاجه اسمها دي توبيك مهم جدا، اللي هو ايه؟ اكسلريت الكومبيتيشن، ان انت improving faster and becoming different. يعني ايه بقى؟ يعني بيقول لك while the wish to improve faster is aimed at increasing efficiency, this only brings about short-term relief in keeping a competitive lead. Take an example of a leading electronic company which sees an annual erosion of 15% in the price of its product. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بكل بساطه بيقول لك الفكره ايه؟ الفكره دايما ان اي شركه بتبقى دايما بتفكر اللي هو improve faster، انا عايز دايما ان انا اتطور من نفسي بشكل اسرع بكتير عشان ابدا اخش السوق واخد ماركت شير اكبر واطور من نفسي. تمام؟ بيقول لك بقى الفكره دي فكره قصيره المدى، وبتخلي دايما ان انت عندك ما بقاش عندك كومبيتيتيف ليد قوي. ليه بقى؟ يقول لك فكر مثلا في شركه متطوره جدا في الكترونيك كومباني، او هي شركه كانت عندها ليدنج زي انتل مثلا في الكترونيك كومباني. هي الشركه دي طبعا مش بتكلم عن انتل بس، انا بكلمك كفكره يعني. هو انا كان بيتكلم كده في الكتاب، بيقول لك ايه؟ الشركه دي كل سنه بتشوف بتلاقي نفسها بتخسر تقريبا 15% من سعر المنتج بتاعها. ده ليه؟ لان اغلب الشركات هي مش واقفه ساكته، يعني هي مش قاعده لوحدها في السوق. اغلب الشركات بتبدا انها تخش تحاول انها تنفذ نفس المنتج بتاعك وتحاول انها تاخد منك ماركت شير. فانت كل سنه عن سنه مهما كنت بتمبروف فاستر هيجي عند ثريشولد كده هتقف، ومعنى ان انت وقفت الناس اللي بتجي وراك هتجيبك وممكن تحصلك وممكن تعديك كمان. فالفكره دايما مش فكره ان انت تتحرك اسرع، الفكره ايه بقى؟ هو ده اللي احنا جايين فيه بقى. بيقول لك best practice transfer might lead to increase in productivity but is not a long lazing remedy. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني بيقول لك ان انت دايما ان انت تتحرك ده ممكن يؤدي ان انت ايه يزود لك الانتاجيه بتاعتك، بس مش هيبقى حاجه طويله المدى يعني. بيقول لك in order to avert such a fail in price the competition parameters must be changed using innovation of products processes or business models. يعني بيقول لك الحاجه اللي بتخليك تافويد او تبعد على ان انت تخسر فلوسك، ان انت ما يبقاش ان انت يحصل عندك الدروب القوي ده في السعر، هي دايما ايه؟ ان دايما البارامترز بتاعتك انت دلوقتي في السوق وبتنافس، فبيبقى دايما في بارامترز حاجه بتخليك مثلا احسن من باقي الناس اللي حواليك. ف انت لازم البارامترز دي سنه عن سنه تبدا تغيرها وتبدا تموديفاي فيها وتبدا ان انت تطور من نفسك سنه عن سنه. لازم كل شويه تحط حاجه جديده في المنتج بتاعك بحيث الناس تبدا تيجي تشتريك. والفكره اللي هي المثال العام اللي هو بتاع نوكيا، ان هو ايه اللي خلى نوكيا تفشل؟ الفكره دي ان هي ما كانتش بتطور من نفسها. تمام؟ هو ده الحاجه اللي ابل دايما طول الوقت بتحاول تعملها، ان هي كل سنه عن سنه بتحاول انها تطور من نفسها، تبدا تحط حاجه جديده. اي نعم هي بيبان ان هي بتطور بس هي اوريدي ما بتعملش ده، بس ما علينا. الفكره ان هي ايه؟ انت لازم كل سنه تبدا ان انت تطور من نفسك وتغير حاجات وتبدا تحط ابداعات في المنتجات بتاعتك عشان تبدا ان انت ايه؟ تخلي الناس تفضل تشتري من عندك. تمام؟ بعد كده بيقول لك efforts must be taken to bring unique and imitable products and services to be to the market. يعني ايه؟ يعني الفكره مش ان انت طول الوقت تكون بتطور او تتحرك بسرعه، لان مع الوقت هيجي ناس تحصلك كده كده، لكن اهم حاجه ازاي تبقى مختلف عن اللي حواليك. تمام؟ فدي اخر جمله اللي هو thus knowledge oriented management not only means improving faster but also becoming different gradually. يعني انت لازم طول الوقت تبقى بتحاول ان انت تميز نفسك واحده بواحده، ان يعني انت دايما لازم تكون مختلف عن اللي حواليك. مختلف ازاي؟ لازم بقى تفكر في الفكره دي. ماشي؟ طيب بعد كده هنا بقى بيكمل الكلام يعني على improving faster and becoming different. بيقول لك in this respect innovation can be defined as a new configuration of knowledge resulting in new or improved processes, product or business models. يعني ايه؟ يعني بيقول لك بهذه المنطلقه او بهذه الفكره انت دايما لازم تفكر في ان الابداع دايما بنقدر ان احنا نحط او هو نقدر نعرفه ازاي؟ ان انت تقدر ان انت تحط افكار جديده او ان انت تبدا تطور البروسيسز اللي انت شغال بيها، اللي هي العمليات الطرق اللي انت بتعمل بيها الحاجه، او انت تطور المنتج اللي انت بتعمله والبيزنس موديل اللي انت شغال عليه. تمام؟ فهي دي فكره الابداع، ان انت كل شويه ازاي تطور من نفسك، ازاي تحسن من نفسك، ازاي ان انت تراقب نفسك وتشوف انتاجيتك وتبدا ان انت تطور الحاجه اللي انت بتعملها يعني. تمام؟ بعد كده بيقول لك products can be imitated in the short term or long term depending on their complexity. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان المنتج اللي انت عامله ايا كان هو ايه، في هيجي لحظه من اللحظات حد هيجي يسرقه، حد هيجي يكبيره، حد هيجي يعمل زيه.
بناء على ايه؟ يا اما في الشورت تيرم يا اما في اللونج تيرم، يعني يا اما قريب او يعني اجلا او عاجلا هيتم ان هو ايه، هيتم استبدالك. ده نتيجه لايه؟ نتيجه على مدى صعوبه الموضوع. يعني ايه؟ يعني مثلا انت بتعمل عامل مثلا اوبجكت، او عامل مش اوبجكت، عامل مثلا ايه، منتج كومبلكس جدا، حاجه مثلا لها علاقه بالالكترونكس عشان دي حاجه كومبلكس. فممكن مثلا انت الديفايس اللي انت عامله هو كومبلكس جدا وصعب، والديزاين بتاعه صعب، وبتبدا ان انت تحاول ان انت تخبي الحاجات اللي فيه عشان محدش يقدر يسرقه. بس في الاخر حد هيجي هيشوف الفكره بتاعتك، هيعرف كل الافكار اللي انت عملتها، وهيقوم جاي مقلدك. تمام؟ فده معناه ان انت البرودكت بتاعه حصل له ايميتيشن. تمام؟ فايه بقى اللي هو عايز يوصله يعني بعيدا عن هذا؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك it's very difficult however to imitate the capability that is organized and fixed in a company to create, combine, transfer and store knowledge and to generate solutions from the knowledge for the present and future needs for customers. يعني ايه بقى الكلام ده؟ الكلام ده مهم قوي. ايه فكرته؟ بيقول لك ان انت بالرغم ان انت البرودكت بتاعتك ممكن يحصل لها imitation، بس صعب جدا 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 ان اي حد يجي يقدر ان هو يقلد الشركه بتاعتك في الانوفيشن. صعب جدا ان حد يجي يقلد شركتك لو انت عندك تيمز اوريدي اصلا هم كرييتيف، كل شويه بيطلعوا لك حاجات، افكار جديده، بيطلعوا لك حاجات تقدر تستخدمها وتقدر تربطها بالبرودكت اللي انت حاطه، تقدر ان انت دايما تطور بيها من نفسك وتستغل العلم اللي هو عندهم عشان هم يطوروا الدنيا. فانت صعب ان حد يقلد لك الكرياتيفيتي بتاعت التيم بتاعك. فهي دي الفكره، ان انت دايما لما تيجي تنفست بتنفست اصلا في المهندسين والمبدعين اللي عندك في الشركه بتاعتك. ليه؟ لان الافكار بتاعتهم دي صعب جدا حد يقلدها. مهما حد حاول يقلد الافكار اللي اوريدي اصلا امبلمنتد، انت ممكن تكون عامل حاجه مثلا السنه دي، تمام، عشان حد يقلدها ويسرقها محتاج 3 سنين. بعد 3 سنين يكون انت اصلا الناس المبدعه عندك طلعوا لك منتجات تكفيك مثلا 5 6 سنين قدام. فبقى شوف بقى يا عم بقى قلدني بقى، فاهم؟ فهي الفكره ان انت دايما ايه، ان انت في حد بيبدع وبينتج وناس تانيه بتقلد، فانا بنتج وانت قلدني، فانا على ما انت تقلدني وتوصل اللي انا عملته اكون انا اصلا عملت حاجات كتير. فهي دي الفكره اللي هو بيحاول يوصلها لك، ان هو انت صعب جدا الناس تقدر تقلد الناس المبدعه بتاعتك، لكن سهل ان هم يقلدوا البرودكت. يعني انت عملت برودكت فاكر ان البرودكت ده هو خلاص بقى انا هنام عليه ومش هعمل حاجه تانيه ومش هطور من نفسي، خلاص بقى كده كده محدش يقدر يعمل الكلام ده، لا هيجي ناس كده كده هتقلدك. لكن الفكره في ان انت دايما مهما وصلت حاول دايما انت تطور من نفسك عشان ايه، محدش يقدر يجيب. ماشي؟ طيب فاخر نقطه بقى بيقول لك thus it is a source of long lasting competitive advantage، ان انت دايما لو عندك الابداع ده دايما هيخليك ان انت ايه، مميز على عن اللي حواليك يعني. ماشي؟ غالبا دي اخر سلايد هنتكلم فيها في الليكتشر دي يعني، او في الجزء ده من الليكتشر، اللي هي فكره ايه؟ typical knowledge problems in organization، مشاكل بتحصل كتير جدا، او حاجات بديهيه، مش بديهيه بس هي دي اغلب المشاكل اللي دايما بتحصل في الشركات نتيجه للايه؟ للنولج يعني. تمام؟ فاول نقطه هي ايه؟ بيقول لك employees are unable to find critical existing information when required. This results in employees using incomplete information or reinventing the wheel. يعني ايه؟ يعني يقول لك لما يجي موظف في شركه معينه ما بيلاقيش المشاكل او المعلومات المهمه اللي هو بيحتاجها او اللي هو عايزها لما يكون محتاج، بمعنى ان هو مثلا في شركه معينه مثلا، او في بيكتب كود مثلا، ماشي، وبعدين هو بيكتب كود كان في فانكشن معين عايز يعملها، ولنفترض ان هو عايز يكتب فانكشن سورت مثلا، تمام، والشركه ما بتعمل فانكشن سورت بشكل معين، ولنفترض مثلا ان هي بتشتغل كويك سورت مثلا، تمام، هو بقى عمال يفكر او عمال يدور الكويك سورت ده في الشركه بيتعمل ازاي، او فين الكويك سورت ده، او الفانكشن اللي اسمها كويك سورت دي معمول لها امبلمنتيشن فين في الكود. هو شغال على كود كبير جدا ومش لاقي فانكشن كويك سورت، فيعمل ايه؟ هيروح بكل بساطه يا اما يحاول ان هو يكتب الكويك سورت بنفسه، يا اما يحاول بقى ان هو ايه كمان بقى يتخيل هو مش فاهم اصلا يعني ايه كويك سورت، وفاهم يعني ايه سورت بس، فتلاقي عمل لك بابل سورت مثلا بدل كويك سورت. طبعا ده هيبقى كومبلكسي اسوأ. تمام؟ فهي دي الفكره. انا بقول طبعا بضرب لك مثال، بس بغض النظر عن هذا المثال يعني انا عايزك تبقى فاهم الفكره نفسها، ان انت لو المعلومه لما يجي موظف ما بقاش متاحه ليه المعلومه دي، فهو بكل بساطه هيعمل حاجه غلط، هيروح يا اما يحاول ان هو يبدا العجله من الاول، وطبعا ده هياخد وقت ومجهود كبير جدا ان هو بيحاول ينتج حاجه اوريدي اصلا معموله قبل كده، فهو بيضيع وقت من الاخر، يا اما يكون بيستخدم معلومه مش كامله، وده يؤدي ان هو يتصرف غلط او ياخد قرار غلط، وطبعا هيضرك. تمام؟ فدي الفكره يعني. فبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك information about a study conducted in a particular area if found easily will help reduce the time in initiating a study in another similar area. يعني بيقول لك لو في معلومه على مجال معين او علم معين او دراسه معينه، لو هي سهل ان انت تلاقيها، طبعا ده هيقلل الوقت كتير جدا اللي انت اصلا هتبدا فيه ان انت تبدا تدرس حاجه في نفس الاريا. يعني انت لو بتدرس ماث مثلا، وبعدين انت مثلا عايز تروح تدرس المالتيبليكيشن مثلا، فانت لو عندك اصلا العلم بتاع الاديشن فخلاص يعني ده هيسهل عليك، لكن انت اصلا ما عندكش علم بتاع الاديشن، فانت محتاج تفهم يعني ايه اديشن عشان اقدر افهم يعني ايه مالتيبليكيشن، وبعد كده ابدا بقى اخش في القوس وهكذا، فاهم؟ فهي الدنيا بتمشي كانها هرم كده، فبنحط الهرم الخطوه الطوبه الاولى، بعد كده الطوبه الثانيه وهكذا يعني.
فلازم نمشي جرادوال يعني، تمام؟ فلو انت ما عندكش الاساس انت مش هتعرف تكمل. طيب وبعدين بعد كده بيقول لك اند استيميت ذا ايفورتس مور رياليستيكلي، يعني انت برضو لما تكون شغال انت طبعا لازم تقدر تحط استيميشنز للموظفين بتوعك، تقول والله مثلا الشغلانه دي مثلا محتاجه مثلا 2 مان اور مثلا، ودي تبقى محتاجه 5 مان اور، ودي محتاجه مش عارف 8 مان اور. فانت لو انت عارف ان النولج اوريدي اصلا سبريدد عليهم وكلهم فاهمين الدنيا وعارفين الحاجه ويقدروا يوصلوها بسرعه بسرعه، فانت تقدر انت تحط فعلا وقت واقعي، تقول والله ده مثلا دي حاجه تحتاج ساعتين بس، واحد فاهم وعارف هو بيعمل ايه هياخد ساعتين فيها، لكن لو واحد مش فاهم ياخد مثلا 8 ساعات مثلا، فاهم؟ فطبعا الوقت ده بالنسبه لك فلوس وتكلفه يعني. ماشي؟ طيب بعد كده بيقول لك ايه، knowledge is of little value if it can be found when needed. بيقول لك المعرفه هي قيمتها بتبقى قليله جدا لو ما حدش يقدر ان هو يوصل لها لما بيحتاجها. ماشي؟ دي برضه نقطه مهمه. بعد كده بيقول لك ايه، بيقول لك تاني نقطه بقى، lessons are learned but not shared. لو انت مثلا بيحصل ايه، بيحصل مثلا مشاكل، تعال نكمل. بيقول لك knowledge gained through failure is often undervalued even that cause a delay in the project completion or those that affect sales adversely are often forgotten. One tends to repeat past mistakes due to a lack of knowledge of or the inaccessibility of the lessons learned from the failures. يعني ايه الكلام الصعب ده؟ ولا صعب ولا اي حاجه، كل بساطه. هو بيقول لك ايه، بيقول لك ان انت دايما احيانا الدروس المستفاده ما بيتمش مشاركتها مع الناس، بمعنى انت مثلا اغلبنا انا بيتعلم حاجه بيتعلمها من اخطائه، يعني اغلبنا المفروض ان هو يكون بيتعلم من اخطائه، ونتيجه الفشل اللي انت بتقع فيه انت بتتعلم من الفشل ده حصل نتيجه لايه، فبتبدا ان انت تافويده المره اللي بعدها يعني، تمام؟ فهي الفكره في ايه بقى؟ بيقول لك ان انت احيانا الفشل ده بيبقى اندر فاليد، الناس ما بتقيمش او ما بتقدرش قيمه الفشل اللي هي حصل لها، وما بتسيفوش يعني ما بتحتفظش باسباب الفشل اللي هي وصلت لها. وده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى ان الناس بعد كده، الناس بيجي تاني بعد ما يكون هو فشل قبل كده في حاجه، او الشركه كلها فشلت في حاجه معينه وبعد كده بدات تقوم مش عارف ايه، يجي واحد يكرر نفس الاخطاء بالظبط. فدي مشكله ليه؟ لان بكل بساطه ما حدش كان قال له ان في حد قبل كده وقع في الموضوع ده وهو عالج الموضوع ازاي. والدكتور كان بيتكلم في الحته دي بيقول لك ان هو كان في شركات هو كان شغال فيها، كانت الفكره ان هو ايه، مش فاكر هو كان شغال فيها ولا هو كان بيضرب مثال بس ما علينا. يعني ان هو كان بيقول لك ايه، بيقول لك ان انت دايما احيانا بيبقى ناس شغاله في بروجكت مانجمنت مثلا او كده، فيجي يقول له قبل ما تبدا اي مشروع، والله بص احنا دي المشاريع اللي احنا عدينا بيها، ودي المشاكل اللي وقعنا فيها، ودي الطرق اللي احنا تخطيناها بيها المشاكل دي، تمام؟ فدي الدروس المستفاده. فلازم ان هو يطلع على ايه المشاكل اللي هم وقعوا فيها قبل كده عشان يافويد ان هو يقع في نفس المشاكل يعني. ماشي؟ فدي برضو حاجه مهمه جدا جدا جدا. طيب تالت نقطه عندنا اللي هي organization often don't know what they already know، تمام؟ in the knowledge based economy survival depends on the best possible response to a multitude of challenges primarily using the knowledge gained through past experience due to a lack of sharing cultures and facilitations best practices of a group don't get embedded into the organization's procedures. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني بيقول لك احيانا الشركات ما تبقاش عارفه ايه الحاجه اللي هم فعلا عارفينها يعني. والدكتور كان رسم الرسمه دي كده في السلايدز او مش في ساعه على البورد يعني، بيقول لك ايه، بيقول لك دايما انت عندك اكنك فور كويلز يعني، بيقول لك هي الفور كويلز دول بيعبروا عن ايه، capable و no، capable but not يعني capable no و capable but don't know و no but أو not capable بس no و not capable بس don't know. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني بيقول لك في ناس بتبقى عارفه ان هي عارفه وعارفه انها تقدر تعمل حاجه زي كده، انت قادر وكمان عارف ان انت قادر، ماشي؟ فيما الكواد التاني ده اللي هو ايه؟ انت مش قادر وعارف ان انت مش قادر. يعني ايه عارف؟ يعني عارف ان مش قادر، يعني انت مثلا عارف انت مثلا ما بتعرفش تلعب كوره بس، فما تروحش تنزل تلعب كوره. عارف انت ما بتعرفش تسوق فما تركبش عربيه. عارف مثلا ان انت مثلا ما ايا كان يعني، فاهم؟ بس لو انت ايه، انت عارف انت ما بتعرفش تعمل حاجه دي، فاهم؟ وعارف ده، فدي حاجه كويسه ان انت تبقى مش عارف. فهنا بيقول لك النو والكيبل ده جود بليس فور ابلاينج، ان انت عارف ان انت قادر وبتقدر ان انت تعمل حاجه معينه، فابلاي بقى اللي انت بتعمله ده، تمام؟ هنا بقى نوت كيبل بس نو ده جود بليس فور ايه، جود بليس فور ليرنينج. ليه؟ لان انا اقدر ان انا اتعلم بقى، ما انا عارف ان انا مش عارف الحاجه دي، تمام؟ يعني انا عندي معلومه ان انا ما بعرفش اسوق فاروح اتعلم سواقه، انا عارف معلومه ان انا ما بعرفش اعوم فاروح اتعلم اعوم، ماشي؟ وهكذا يعني. تالت بقى بليس ده اللي هو ايه، ده كيبل بس دونت نو، ده بقى هو ده الجزء اللي هما بيتكلموا فيه اللي هو ايه، فكره ان هو ما بيبقاش عارف ان هو قادر يعمل حاجه معينه او ما بيبقاش عارف ان هو عنده المعلومات دي، ماشي؟ فده جود بليس فور ايه بقى بالظبط، فور تراي، فور ترايل. ليه بقى؟ لان انا قادر بس انا مش عارف ان انا قادر، طب ما اجرب، ماشي؟ مش يمكن لما اجرب اطلع بعرف، فاهم ايه الفكره في كده؟ بس انت لو مش عارف حاجه معينه جرب، فاهم؟ فانت يا اما هتبقى هنا يا اما هتبقى هنا، يا اما هتبقى انت دلوقتي بقيت نو وكيبل، يا اما انت هتبقى نو بس نوت كيبل، يعني هتبقى هنا او هنا. ماشي؟ طيب وبعدين
بعد كده اسوأ بقى اكواد خالص، وده اللي هو المفروض ما حدش يبقى فيه، يعني اللي هو فكره يبقى دونت نو اند نوت كيبل، يعني هو مش قادر، وكمان هو مش عارف ان هو مش قادر، يعني واحد ما يعرفش ان هو ما بيعرفش يعوم فيروح ينط في البحر فيموت، فاهم، او يغرق. فاللي هو هي دي الفكره، دي مشكله خطر، ده بلايند بليس المفروض ما حدش يبقى موجود فيه اصلا يعني. ماشي طيب. فهو هنا يعني بيقول لك ايه، بيقول لك احيانا الشركات ما بتبقاش عارفه ان هم اوريدي عارفين حاجه معينه، فاهم. فبيقول لك ان ذا نولج بيزد ايكونومي، الاقتصاد المبني على المعرفه، السرفايفل بينز اون ذا بيست بوسيبل ريسبونس تو ا مالتيتيود اوف تشالنجز برايمري، يعني السرفايفل او ان انت تقدر ان انت تواكب اللي بيحصل بيعتمد على ايه، بيعتمد على ان انت دايما تقدر ان انت ترسبونس او ان انت ترد على التحديات اللي بتحصل لك باحسن شكل ممكن. تمام. فبيقول لك بقى using the knowledge gained through a past experience، ان انت ازاي بقى بترد على التحديات دي، عن طريق ان انت تستخدم الخبرات القديمه بتاع القديمه بتاعتك يعني. تمام. بيقول لك ايه، بيقول لك due to a lack of sharing culture and facilitations best practices of a group not don't get embedded into the organization procedures، يعني بيقول لك بيحصل الكلام ده نتيجه ان انت ما بقاش فيه يعني كلتشر او ثقافه الشيرنج، ان هو الناس ما بتروحش تقول لبعض ايه المشاكل اللي هم واقفوا فيها يعني وكده يعني. تمام. طيب اخر نقطه خالص، بيقول لك very often individuals who have valuable information are not tracked in the organizations and this knowledge moved with them with no benefit to the organization. بيقول لك احيانا كتير جدا ناس بيكون عندها معلومات مهمه جدا ما بيتمش تعقبهم او ما بيتمش ان هم ياخدوا منهم المعلومات المهمه دي. تمام. وده بيحصل وده يعني ايه اللي بيترتب عليه، ان الناس دي لما بتمشي الشركه نفسها ما بتستفيدش حاجه من المعلومات بتاعتهم يعني، فاكنهم خسروا يعني، اكنهم خسروا الشخص ده. تمام. ماشي. فدي كده كده اخر المفروض سلايد في الجزء ده، بعد كده بقى الجزء اللي جاي هنتكلم، هنكمل بقى الليكشر هنتكلم فيه على ايه هو النولج مانجمنت وايه بقى المحاضرات ان شاء الله يعني. تمام. شكرا يا شباب.